تشديد العقوبات وحبس لمدة لا تقل عن شهر، قرارات حكومية مهمة لحماية الرقعة الزراعية وتجريم حفر الآبار عشوائياً. انعقد اليوم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأصدر عدة قرارات هامة. ومن أبرز القرارات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات المقررة في ضوء أحكام القانون وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر. وتم اتخاذ تلك القرارات من أجل تطبيق إجراءات لازمة لتجريم أعمال حفر الآبار العشوائية وحماية الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، لأنها مقوما أساسيا للاقتصاد القومي. ونص التعديل على أن يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بحظر حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري، وطبقا للشروط التي تحددها بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد عن 500,000 جنيه أو بإحداهما، وأن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62 والمواد 76 و78 و90 و94 بغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه، مع تضاعف تلك العقوبات حال تكرار المخالفة وضبط الآلات المستخدمة ومصادرتها حال الإدانة من جانب المحكمة المختصة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 41.8 ألف متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لاستخدامها في توسعة صومعة شرق العوينات الحالية القائمة بالمنطقة وزيادة السعة التخزينية لها، في ظل جهود الدولة للتوسع في إقامة المناطق التجارية ومخازن السلع الاستراتيجية في كل محافظات الجمهورية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة نحو 10.8 ألف متر مربع ناحية صملوط بمحافظة المنيا لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك حفاظا على استمرارية جودة التغذية الكهربائية. مجموعة من القرارات المهمة وافق عليها مجلس الوزراء من أجل حماية الرقعة الزراعية وحماية الاقتصاد القومي. هنتابع مع حضراتكم الأخبار أول بأول من نشرات تلفزيون الوطن.